الإقبال لم يصدر في الجريدة الرسمية. الاتفاق الذي وقع يوم 26 جنبير لم يصدر في الجريدة الرسمية، وبالتالي هو ما زال بروتوكولا فقط. وبالتالي أي تراجع منا نحن كأساتذة، أي تراجع منا سيقابله تراجع وتخلي الحكومة بشكل سافر على اتفاق وتخلي الحكومة عليه. ولنا في التاريخ ما يشهد على ذلك، لقد تراجعت الحكومة بشكل سافر على اتفاق 26 أبريل. لقد تراجعت حكومة على اتفاق 26 أبريل 2011، وتراجعت حكومة على اتفاق 15 يناير 2023. وبالتالي فنحن لا نثق بهذه الحكومة أبدا، واتفاق أردوغان قادر على في أي لحظة. الملاحظة الثانية على حوار أيها الشرفاء من الأساتذة وأيتها الشريفات من الأستاذات، لا يقف على أذهانكم ولو للحظة أن النقابات بكافة ألوانها وتلاوينها قد وصلت إلى سدة الحوار بمنخرطيها أو بقواها الذاتية. لقد وصلت بكم أنتم، نضالاتكم هي التي أوصلت النقابات إلى طاولة الحوار وليست بقواها الذاتية ومنخرطيها. لا تراجع على استسلام، لا تراجع على استسلام، فأنتم الأساتذة، الذين ملأتم الشوارع، بأصوات حناجركم، ملأتم الشوارع بأصوات حناجركم التي بحت، وأنتن الأستاذات الصامدات في ميدان الاحتجاج منذ 9 أسابيع. تحية نضالية شقيلة تعليمية، أنتن الأستاذات الصامدات في ميدان الاحتجاج منذ 3 أشهر بالتمام والكلام والكمال. نقول نحن الذين ولنا وحلي لنا، نحن الذين وضعناهم على طاولة الحوار، فهنيئا لنا بنضالاتنا ووحدتنا ووقوفنا إلى جانب بعضنا البعض. الملاحظة الثالثة، التي تسجلها التنسيقية الموحدة على الحوار، أولا نأخذ تم الاتفاق على مطالبنا بالكثير من الألفاظ الفضفاضة وغير دقيقة. نأخذ على سبيل المثال نسخ النظام بمرسوم آخر. النسخ على المستوى القانوني هو مصطلح صحيح، وهو يعني إبدال مرسوم بمرسوم آخر، لكن ما نسجله هو عن تاريخ